السلام عليكم. قبل ما يبدا المقطع اليوم عندي لكم اعلان راح يفيدكم باذن الله. اعلان اليوم لرامات كينغستون. طبعا شركه كينغستون معروفه في السوق ولها فوق 30 سنه، يعني هذا الشيء يزرع عندك الثقه باذن الله. كينغستون اللي ما يعرف عندها اكثر من 2000 منتج، برضه انفصلوا عن قسم هايبر اكس وركزوا على منتجاتهم، صناعه منتجاتهم وتطوير منتجاتهم. طبعا رامات كينغستون جديده باسم فيوري، في ثلاث انواع منها اللي هي فيوري امباكت وفيوري رينيجيد وفيوري بيست. انا اليوم بتكلم لكم عن البيست وبتكلم لكم عن رينيجيد. طبعا قبل ما تاخذ الرامات اعرف شيء مهم جدا، اذا تبغى اداء جدا عالي بنفس الوقت والرامات تعيش معك سنين طويله عندك رامات كينغستون. سرعات جدا عاليه لدرجه انها توصل الى 5200 ميجا هرتز. طبعا هذا الشيء يخلي الجهاز اداء جدا قوي ويزيد من عمر الجهاز. طبعا انا طلبت رامات بيست وباذن الله بتوصل لي قريب وبجربها. الشيء الثاني اللي بتكلم عنه اللي هو رينيجيد. رينيجيد مثل ما تشوفون الفيديو اللي قدامكم، طبعا في نوع منه ار جي بي وفي نوع بدون ار جي بي. انا ابغاكم تشوفون الار جي بي اللي قدامكم على الشاشه كيف هو جدا قوي وبنفس الوقت مريح للعين. بالعاده الانوار حقت الار جي بي يا تكون مزعجه للعين يا تكون جدا ضعيفه، لكن هذه قويه وبنفس الوقت مريحه للعين فطالعه جدا 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 جميله. شكرا لفيني اركر لعاتم هذا الفيديو. تقدرون تشوفون اي شيء تكلمت عنه في الروابط اللي في الوصف. يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. اذا تبغى تشتري اغراض من روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. فاذا تبغى تشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. كل طرق الدفع متوفره وعلى جميع المنصات سواء ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، خليكم المقطع. السلام عليكم. اليوم جاي لكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم مقطع ركت لي جديد. اليوم راح نجرب سياره جديده، واخيرا نزلوا سياره جديده، لكن نزلوا اسرع سياره في العالم. ما ادري كيف بتكون السياره، هل بتكون ثقيله، هل بتكون خفيفه ولا لا. مقاطع روكت قلت لكن قل المحتوى فيها، فما اقدر اسوي منها مقاطع، اضطريت اني انزل مقاطع ماينكرافت اكثر. يعطيكم العافيه. اليوم راح نلعب 5 جيم، اذا فزنا منها 3 راح نعتبر او اعتبر انا فايز، اذا خسرنا 3 من 5 راح يكون في جيف اوي على الانستغرام. فتابعوني على الانستغرام، تابعوني على السناب، تابعوني على التيك توك، اللي تبون تتابعون فيه تابع. اهم شيء اذا ما اشتركت في القناه اشترك، فعل زر التنبيهات الله يسعدك. خلونا ندخل على الجيم. باذن الله الفتره الجايه تشوفون تحسن في اللعب وزي كذا. بحاول اني اتعلم جمب ريسيت اشياء زي كذا، بحاول اتعلم. اوكي، انا ما عندي وقت صراحه كثير في اليوم اني العب فيه، وقل لعبي بشكل مو طبيعي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعلم هالاشياء قريب. فيك للبوغاتي، اسمع صوت طرب. اوكي مأفك. لا لا والله رجع يا اخي. اليد طفت يا اخي، اليد طفت يوم دخلت في المره ما اشتاها. سلك ولا اليد نفسها؟ ما ادري. اي بانشب انا، ابى انشب. نو شوت، نايس شوت يا شيخ. نشبة ما حد توقعها، انشب زي كذا ايزي ايزي هدف. والله الصوت طرب يا عيال. يعني هذا ايش؟ امشي. والله كان بيدبله خلاص يا عمي. وش الحشر؟ اقسم بالله شغلتها طرب يا عيال. اخ وش ذا اليد، وش جايها؟ الجير على انها تطفى على... ما ادري كذا اشياء كثير. يا ساتر جابني. نو شوت. اعطيت كوره. طيب يا خوي تكفى تكفى يا خوي. ايزي شوت فيك. لا نو شوت. والله يا جيم غريب، اقسم بالله العظيم انا جايب ام الهيد حرفيا في الدفاع، جايب ام الهيد، بس في الهجوم مادي. شوت يا عيني يا اخوي، والله اسطوره ما قصرت. والله يا جيم اقسم بالله كنت شايف فيه الخساره، والله كنت شايف فيه الخساره. ايوه والله يا اخوي لا تبعد. اوكي شو حلوه، والله حلوه. جيم اول دون، اقسم بالله العظيم كنت فاقد الامل ذا الجيم. يا ساتر. كما تشوفوا منه لقطات كثير بس فقدت الامل، اقسم بالله فقدت الامل لاني ما اعرف العب اعدادات جديده. ما عليه ما عليه لك. ايوه انا جايب العيد باعدادات عيال. الجيم اللي قبل شويه راح هباء من ثوره اللي هو الاير رول. وين اير رول؟ بسم الله يا رب اني ما اجيب العيد يا رب. والله ما له داعي اسوي جيف واي كذا على اللعب هذا وانا قاعد اجرب اعدادات جديده وما ادري ايش. امشي روح يا خوي. اوكي امشي. لا يجيبون هدفهم.
اوب 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 والله النطة حقتي كانت سيئة صراحة بس والله نايس شوت لو سويت تريب اتوقع اني بجيبها اتوقع لازم ناخذ بوست قبله اوب 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 وش ذي يا ساتر قولك تكفى والله خفيفة يا خوي حرام عليك يا عمي وش ذا بوسته كنا عيادات اسنان ايوه تكفى تكفى يو 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 كيف ضاعت ذي كيف ضاعت يا شوخ لازم انشب والله لازم انشب قاعد الاحقه قاعد الاحقه سمع البوست ولا سمع سيا استبدل اني جايه جايه بوكاتي ما في امل تنحاش لا لا يا خوي لا شوت اوب 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 يا خوي والله نايس يا عيني الحطه يا شيخ والله الزاويه صعبه والله صعبه شوف كيف التسعين امشي شوت شوت تكفى 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 لا يا خوي لا والله العظيم لو كمل ايوه ايوه يمين 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 لا يا الله يا شيخ تكفى تكفى يمديك ايوه يا اخي ما طاحت يا اخي يا اخي ما طاحت يا اخي الله يقهر حلوه لك يا خوي لك مره حلوه يا اخي حرام هجت يا خوي هجت مالي مالي والله جيم حامي ذا جيم حامي الله نايس الله نايس الخ ملخ كذا انشب معك سيارة سريعة انشب لك قولك تكفى قول تكفى قول يا خوي جريت باس جريت باس جريت باس والله ما ادري شو ضيعها صح انها قويه مره بس يا ساتر امشي والله نبغى نجيب العيد الا شوي امشي حلو شوتو اسست والله ذا ناشب ناشب طيران ناشب ضاعت كيف ضاعت ذي كيف ضاعت والله كيف ضاعت نشوب ما يمشي هذه فيكها عشان يطقه هو تيك والله حلو حلو يا اخوي مالي مالي وش وش دل وش الحوادث اللي قاعد تصير طيب قل لي ندبوس ليه كذا ليه قدمت بس عشان اوخر عن الكوره اطقها اوخر عنها انا بكمل خمسة ايام خلاص جيف واي صاير في الانستغرام اهم شيء تاكد قبل ما تشارك في الجيف واي الجيف واي عباره عن سعر البوغاتي اتوقع انه 1100 كريدت ما خاب ظني سعرها بحول لك اياه اللي هو كريدت تاكد انك فاتح التريد اهم شيء اوكي نفس الخوي وثلاث ارباع اللعبه من سوء التفاهم معك معك يا خوي تكفى معك معك كروتبوس ايوه ايوه قولك عادي نحسب ذا الجيم شباب ذا الجيم قبل شوي مع انهم تيم اللي ضدنا بس قدرنا نتفاهم بعد جيم لازم نرجع لازم نرجع لازم نرجع روح روح يا خوي روح عادي روح 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 تكفى قولك اسطوره والله اسطوره مسطره يا شيخ تبليك الأخيرة هذه ما أدري إيش أوكي هم اللي بلكوه بنفسهم حلو الحمد لله حلو عطى خير عطى خير عطى خير والله بقسوني والله بقسوني لك إيزي لا 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 إله إلا الله يمين يا خوي تكفى والله اني حسيت اني بصدمه ابو خرع الاول جت للثاني سبحان الله بس هاتري حطه والله هي حطه اسطوريه بس
يا الله وش اللي قاعد اشوف التمغيط يا ساتر. جول بعد يا عيني خوي يا اسطوره الله العظيم انت قاعد تسوي، بس انا متفائل اني بفوز ما ادري ليش فهد. يلا قولك. لا 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 اجل اوكي والله يعني ضاعت عاد شو نسوي. لا 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 ما تبلك لهم زي كذا والله بالغلط. لا يا خوي لا وش وش الثقل اللي جاء وش الثقل اللي في الجير والله عيينف والله. ايش حطت ليش حطت سيارة اسست ما تبغى تدخل. يا خوي تكوى ناشوت. والله العظيم يلا جت اقسم بالله يلا جت. انا قعدت هنا عشان خلاص اول ما تجيني بامزه. مية او يا ساتر اجب لكم مع بعض تكفى لازم تيجي ولد. يعطيك بالعافيه على المشاهده. البوست الاخير راح يكون بوست الجيفوي. اللي ابغى منكم لايك فولو كومنت. تاكد ان التريد عندك مفتوح عشان اقدر اسلمك الجائزه بنفسي اللي هي الكريدت. اشتري بوقاتي وتلحق عليها. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. سلام.